بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع قراءة نص الأرض، وهو نص قراءة إسرائية، الهدف منه أن نتعلم القراءة الصحيحة وأن نفكر في المعاني الموجودة ونستخرج منها العبر والدروس المستفادة. والآن سنبدأ مع قراءة الدرس. تفضل يا أحمد يا زهراني. الأرض جمع الفلاح أبناءه الأربعة وقال لهم: تركت لكم في هذه الأرض كنزا كبيرا، فابحثوا عن حرز الأبناء من عند أبيهم، فحمل كل واحد منهم فأسه وبدأ ينكش الأرض ليبحث عن الكنز، ولكنهم لم يجدوا شيئا. رجعوا إلى أبيهم وقالوا: لم نجد كنزا في الأرض، ايوه قراءتك مظبوط صح. لم نجد كنزا في الارض يا ابي. لم نجد الكنز لم نجد كنزا في الارض يا ابي. ابتسم الاب وقال: الارض هي المنافس من تحافظ طيب بارك عليها. بارك الله فيك يا أحمد، الصوت قطع منك. مثلهم. جزاك الله خير. الصوت بس قطع. وش تعطيكم حيرات؟ بارك الله فيك. تفضل يا عوجي عبد العزيز. ماذا تريد يا عبد العزيز؟ أنا أقول لك مساعدة. لا. أبغى أقرأ. كله يقرأ. محمد الشهراني. محمد الشهراني. الأرض كما فلاح أبناء الأرض وقال له: تركت لكم في هذه الأرض كنزا كبيرا فابحثوا عنه. خرج الأبناء من عند أبيهم، فحمل كل واحد منهم فأسه وبدأ ينكش الأرض ليبحث عن الكنز، ولكنهم لم نجد كنزا في الأرض يا أبي. ابتسم الأب وقال: الأرض هي الكنز، حافظ عليها أجداد. بيقطع النار منذ آلاف السنين. وسأعطيكم خيارات كثيرة. بارك الله فيك، أحسن. تفضل يا عبد العزيز. الأرض جمع الفلاح أبناؤه الأربعة وقال لهم: تركت لك كبيرا عند أبيكم، فحمل كل واحد منهم فأسه وبدأ ينكش الأرض ليبحث عن كنز، ولكنهم لم يجدوا شيئا. رجعوا إلى أبيهم وقالوا: لم نجد كنزا في الأرض يا أبي. ابتسم الأب وقال: الأرض هي الكنز، حافظ عليه أجدادنا منذ آلاف سنين، فحافظوا عليها مثلهم وازرعوها وتعطيكم خيرات كثيرة. شايف يا عبد العزيز، لما بتكون محضر بتبقى رائع يا عبد العزيز. كذلك أنا أرسلت أمس القرآن الكريم للأسبوع القادم، وفيه أسئلة سألها جوه الفيديو.
مش هيعرف إجابتها يوم الحد، مش هيعرف يجاوب عليا إلا اللي سمع الفيديو. عشان كده أنا بنبهكم لابد نسمع القرآن، علشان فيها أسئلة مش هنعرف نجاوب عليها إلا لما نسمع الفيديو زين. وذكر عبد العزيز وذكر أحمد وأي المنصور وأي محمد، وكل واحد ليه أسئلة، فانتبهوا عشان يوم الأحد نكون رائعين مثل اليوم. تفضل يا منصور. الأرض جمع الفلاح وأبناءه الأربعة وقال لهم تركت لكم في هذه الأرض كنزا كبيرا فابحثوا عنه. خرج الأبناء من عند أبيهم فحمل كل واحد منهم فأسه وبدأ ينكش الأرض، ولكنهم لم نجد كنزا في الأرض يا أبي. ابتسم الأب وقال الأرض هي الكنز، فحافظ عليها أجدادنا منذ آلاف السنين. منذ آلاف السنين فحافظوا عليها مثلهم وأزرعوها وستعطيكم خيرات كثيرة. بارك الله فيك منصور. تفضل يا عبد الله. تفضل. استنى يا عبد الله. تفضل يا عبد العزيز. استاذ انا لان هنا بغرفتنا امي ما تبغى تسمع الزعاد بس حطيت سماعه. انت ممتاز يا عبد العزيز، بارك الله فيك، جزاك الله خير. تفضل يا عبد الله. الارض جمع الفلاح وأبناءه الأربعة في الأرض كنزا كبيرا فابحثوا عنه. خرج الأبناء واحد منه فأسه وبدأ ينكش الأرض ليبحث عن الكنز، ولكنهم لم يجدوا شيئا. رجعوا إلى أبيهم وقالوا لم نجد كنزا في الأرض يا أبي. ابتسم الأب وقال الأرض هي الكنز، حافظ عليها أجدادنا منذ آلاف السنين. فحافظوا عليها مثلهم وازرعوها ستعطيكم خيرات كثيرة. بارك الله فيك. عيسى تفضل يا عيسى. الأرض جمع الفلاح أبناءه الأربعة وقال لهم تركت لكم في هذه الأرض كنزا كبيرا فابحثوا عنه. خرج الأبناء من عند أبيهم فحمل كل واحد منهم فأسه وبدأ ينكش الأرض ليبحث عن الكنز، ولكنهم لم يجدون شيئا. رجعوا إلى أبيهم. عيسى لكنهم لم يجدوا شيئا. لم يجدون. لا انت قلتها صح. لم يجدوا شيئا. رجعوا إلى أبيهم وقالوا لم نجد كنزا في الأرض يا أبي. ابتسم الأب وقال الأرض هي الكنز، حافظ عليه أجدادنا منذ آلاف السنين، فحافظوا عليها مثلهم وازرعوها وستعطيكم خيرات كثيرة. بارك الله فيك. تفضل يا سعد. تفضل يا سعد.
الأرض. جمع الفلاح أبناءه الأربعة وقالوا لهم تركت لكم في هذه الأرض كنزا كبيرا فبحثوا عنه. خرج الأبناء من عند أبيهم فعمل كل واحد منهم فأسه وبدأ ينكش الأرض ليبحث عن كنز ولكنهم لم يجدوا شيئا. رجع إلى أبيهم وقالوا لهم نجد كنزا في الأرض يا أبي. ابتسم الأب وقال الأرض هي الكنز حافظ عليها أجدادنا من آلاف السنين حافظوا عليها مثلهم وزرعوها وستعطيكم خيرات كثيرة. بارك الله فيك يا سعد. أحسنت. الآن نذهب إلى الأسئلة. ماذا قال الفلاح؟ روح تفضل. ماذا قال الفلاح لأبنائه؟ عيسى ماذا قال الفلاح لأبنائه؟ تركت لكم كنز في هذه الأرض. سند سمى النهدي. نعم. ماذا عمل الأبناء بعد أن خرجوا من عند أبيهم؟ يبحث عن الكنز. بارك الله فيك. محمد الشهران. نعم. ماذا قال الأبناء عندما رجعوا لأبيهم؟ أما لم نجد كنزا في الأرض يا أبي. تفضل يا عبد العزيز. ماذا تعطينا الأرض عندما نزرعها؟ خيرات كثيرة. جزاك الله خيرا. عبد الإله. نعم مشتاق. ماذا كان الفلاح يقصد عندما تحدث عن الكنز؟ يقصد أن الأرض هي الكنز حافظ عليها أجدادهم منذ آلاف السنين. بارك الله فيك. كيف تكون الأرض كنزا يا محمد يعوفي؟ كيف تكون الأرض كنزا؟ لأن تعطيهم أفكار جيدة. أيوة تعطيهم. يعني إيه يعني تعطينا الأرض إيه يا خالد يا قرعاوي؟ تعطينا أكل. تعطينا الطعام يعني خضروات فواكه بقوليات حبوب كل هذه الأشياء تأتي من الأرض. جزاك الله خيرا. سعد ما واجبنا تجاه الأرض؟ محافظ عليها ونزرعها. بارك الله فيك. فهد كيف نحافظ على الأرض يا فهد؟ نسقيها بالماء. بارك الله فيك. أحمد الزهراني. نعم. هل الأرض كنز؟ نعم. كيف؟ تعطينا أكل. يعني هي ممكن تعطينا فلوس الأرض تجيب لنا فلوس؟ لا. هاي منصور أسأل منصور. الأرض ممكن تعطينا فلوس يا منصور؟ لا. طب أسامة النهدي الأرض ممكن تعطينا فلوس؟ لا. إيه نبيع الأشياء. طيب كلام منصور اللي أنا أصدى عليه إن الأرض يا أسامة لو أنت بعت الفواكه وبعت المحصول اللي أنت بتطلع يطلع من الأرض تجيب لك فلوس ولا ما تجيب؟ قول يا منصور. والأرض شيء أهم من الفلوس. أهم من الفلوس الأرض. هي أنت لما تبيع العنب
أو تبيع التين أو تبيع المانجا أو تبيع أي فاكهة أنت طلعته، الأرز، هذه فلوس، كنز، كنز كبير يا أحمد. يعني الأرض كل بتعطينا كل سنة تعطي لك محاصيل أنت تبيعها وتحصل على الأموال. عرفنا أهمية الأرض، فهي كنز كبير وهي سبب الحصول على الأموال أيضا إذا اهتمنا بها وزرعناها وحافظنا عليها ولم نجعلها تتصحر أو تصبح أرض بور، يعني ليست صالحة للزراعة. طيب أنا أسأل في بعض الأشياء، ما معنى كلمة ينكش؟ ينكش أنا سعد. قول يا سعد. حفر. يحفر الأرض يعني. بارك الله فيك. كلمة خيرات، ما نوع التنوين بها أسمى الصانع؟ خيرات آخر تحت هنا، خيرات ما نوع التنوين هنا في كلمة خيرات؟ ألف. واو. بقول التنوين، التنوين، التنوين اللي هنا ده تنوين أي أسامة؟ تنوين جهو جهو جهو. تنوين تنوين كسر. بارك الله فيك عبد الرحمن. تنوين هنا تنوين ايه؟ تنوين تنوين ذا فتح. طيب تعرف تقرأ هذه الكلمة عبد الرحمن؟ ايه اقرأها يلا. ك ايوه كسي كثيا كسي كسي ك كسي كثيرة كثير كثيرة. ايوه دونها بقى. ها دونها بقى، خلي التنوين يظهر. تا تا. ايوه نون التاء على فتحتين يا عبد الرحمن، تقول ايه؟ كثيرة تن. كثيرة تن. كثيرة تن. كثيرة تن. طيب ماشي يا عبد الرحمن، الآن أنا عندي باقي ربع ساعة، بنروح للألعاب التعليمية اللي أنا وعدت بها الناس اللي أرسلوا لي النص. أول واحد أحمد. لا إيش أرسلت خالد؟ أنا عارف إن أنت أرسلت بالترتيب. ماشيين بالترتيب يا خالد. كما من أول واحد أرسل لين آخر واحد أرسل. أيوة كما وعدنا أمس أول واحد. عارف أنا بشوف الوقت، بشوف اللي أرسلوا مين وعارف. لا أرسلت. طيب أنا أرسلت. أحمد. نعم سار. عاوز ايه؟ من سربح المليون ولا ايه؟ من سربح المليون؟ طيب يلا بينا. Thank you.
استاذ انا عبد العزيز. نعم يا عبد انا عبد العزيز. انا عارف ان انت ارسلت عبد العزيز، بس احنا ماشيين بالضوء. اول سؤال يا احمد، الكلمه المختلفه الناس التسامح الرسول الوالد. التسامح. فكر كمان مرة، الناس التسامح الرسول الوالد. الرسول الوالد. رسول والناس، الإجابة هي الوالد. محمد الشهراني. اكتب محمد الشهراني ترتيب. نعم نعم استاذ. وين منصور؟ من سيارة؟ قول له بالترتيب يا منصور. حتى انا منت يا بحلم يا ابني. خلاص بقى، من الاسماء الممدودة يا محمد. ايه من الاسماء الممدودة؟ باب ماء بطء الصحراء. باب لا صحراء. كلمة ماء الهمزة فيها أصلية. الحاسوب بها ال أصلية ولا زائدة ولا قمرية ولا شمسية؟ الحاسوب قمرية. الجمل همزة وصل. سفينة الصحراء جمل. الطائرة بها ال شمسية. عصر المعلومات. عصر هنا معناها زمن العلوم ولا عصر الملابس ولا عصر الليمون ولا زمن الجهل؟ زمن العلوم. إن الجد. إن الجدة. نشاهد كم مقطع؟ نشاهد أربعة. بارك الله فيك. عيدها كده تاني. أربعة. نشاهد. نشاهد كم؟ أربعة. قال لك ثلاثة. ثلاثة محمد. ناخذ بعده منصور. نعم منصور. نعم جاهز؟ ايه. هلا منصور. سلامة الشاشة. انا لسه ما عملتش. لسه بس لسه نخلي. يسعد مساكم والف الف مرحبا فيكم بهالحلقة الجديدة من برنامجكم من سيربح المليون. فإذا مع المتسابق ومن سيربح مليون. السؤال الأول، الكلمة المختلفة الرسول الوالد الناس التسامح. التسامح هذول كلهم بشر. طيب فيه حاجة تانية؟ في تفكير تاني؟ فكر كمان مرة. الوالد لانها قمريه. طيب الجواب صح، صار معك 100 ريال. السؤال الثاني ب 200 ريال. الكلمه المختلفه الكلمات شنو؟ السيارتان، السفينتان، الصحراء، الطائرتان.
الصحراء جاد كلهم مثنى ما عدا الصحراء. صح صار من أسماء الإشارة إلى كم متى هذه؟ هذه هو جواب صح صار هلا السؤال الرابع ب 500 ريال. أيضا من أسماء الإشارة ما إلى هذا في؟ هذا هذه الطائرة 500 ريال كبيرة. السؤال الخامس ب 1000 ريال الحاسوب بها ال قمرية. جواب صح صاروا 1000 ريال. وعندك وسيلة رابعة بعد السؤال الخامس اللي هي تبديل السؤال. بدل السؤال. الشاحنة بها ال السؤال الثالث. الجواب صح 2000 ريال. نشاهد كم مقطع نشاهد؟ السؤال السابع 4000 ريال. ثلاث هو الجواب صح 4000 ريال. مفرد معلومات معلومة إن الجد إن الجدة. هلا جواب صح صار 16 ريال. معلومات يعني ايه عصر؟ هلني السؤال العاشر باثنين عشر يعني سنة مثل عصر الحجر زمن العلوم ولا عصر الليمون ولا زمن الجهل ولا عصر الملابس؟ زمن العلوم. وجوابك صح وصار معك 32000 ريال. موصول ولا إشارة ولا سؤال الحادي عشر بأربعة وستين ألف ريال. الجواب صح صار معك 64000 ريال. كم مقطع في كلمة الجمل؟ السؤال الثاني عشر بمية وخمسة وعشرين ألف ريال. اتوت انت من عندك الصوت يا عبد يا انت وقت الصوت باخر. طيب نشوف وجواب صح صار 115000 ريال. هؤلاء تلميذة ولا تلميذتان ولا تلاميذ؟ السؤال الثالث عشر التلاميذ كان معكم 125000 صاروا 250000. الصوت عالي الشاشة بها كم مقطع؟
السؤال الرابع عشر، نصف مليون ريال. يلا منصور، ممكن تحذف اجابتين لو انت محتار. ها نحذف اجابتين، فاذا نطلب من الكمبيوتر يحذف له اجابتين من الاجابات الثلاثة الخطا ويترك له اجابه خطا واجابه صح. يلا منصور، يلا عشان زملائك. طيب ارجع. جوابك صح، صاروا 500 ريال. سهراء اسم ممدود بشارة عند موصول. السؤال الخامس عشر، مليون ريال. سهراء اسم ممدود ولا إشارة ولا إن ولا موصول؟ بدي شو اسمه موجود؟ ممدود؟ نبهتك إنه 500,000 حافظ عليهم محمد، بس مش رح أعزمك فيه لأنك ربحت المليون. ألف مبروك يا منصور. أنا خالد استاذ. أنا عبد الله. بلعب لقعيش. أنا عبد الله بلعب. بلعب لك عيسى. بلعب لقعيش. استاذ أنا سمناه. نعم استاذ. للترتيب دائما مع برنامج من سيربح المليون. انا استاذ الشيخ. يسعد مساكم والف الف مرحبا فيكم بهالحلقه الجديده من برنامجكم من سيربح المليون. نعم، فاذا مع المتسابق ومن سيربح. طيب على العموم لسه عندي الله يعيس. ابدا يا عيسى. الجمل مثناها الجمالان. يا عبد الله انت اللي سمعت الوقت يا عبد الله. الجمالين. الجمالين. عبد الله اللي سمعت الوقت. اسكت خلاص الوقت. جمع الحاسوب. الحاسبة ولا الحاسبتان ولا الحاسوبات ولا الحاسبان؟ الحاسوبات. الحاسوبات. الجواب صح، وصاروا 200 ريال. من أسماء الاستفهام. من أسماء الاستفهام. هؤلاء ولا ما ولا في ولا هذه. هؤلاء. غلط 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 غلط. ما الاستفهام ما. بدنا نشوف شو الجواب الصح. طيب إن شاء الله بنكمل في الحصة اللي جاية برضو. الحصة الجاية بعد خمس يا ابني هنخش هندخل على طول الوقت اهو. تخرج وتدخل تاني. الحصة اللي جاية